مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الجميلة والفريدة من نوعها، وهي من الأسماء التي قل من تسمى به في العالم العربي. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم أسينة. أسينة اسم علم مؤنث من أصل فارسي تركي قديم، وهم يلفظونه بالشين أشينة، وقيل أن معناه المألوفة والمعتاد عليها ومن ليست بغريبة والمعروفة بين الناس، وقيل أيضا هو اسم أحد القبائل التركية الشرقية القديمة، وقيل أنهم سلالة أسطورية تنحدر من ذئب أنثى، وقيل أيضا أنه ربما يأتي من إحدى لغات آسيا الوسطى ويعني لون السماء الزرقاء، وأما في اللغة العربية فيأتي بالتاء المربوطة في آخره، والأسينة هو سير من خيوط أو نحوه تطفر مع غيرها فتجعل حبلاً أو عناناً أو وتراً. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة أنيقة ومتألقة في ذوقها وتحب الاهتمام بشكلها ومظهرها، سلسة في معاملاتها وتحب العدل وتبحث عن كل ما هو مثالي في حياتها، ناعمة ولينة وتتصف بالدلال والرقة المرغوبان في البنات، تحب السكينة والهدوء وتتجنب الأماكن التي بها صخب وازدحام، لديها اهتمام واضح بالجوانب الفنية والأدبية، صعبة الإرضاء ومزاجها متقلب ولديها بعض الحساسية تجاه النقد. وهذه بعض الأبيات الشعرية: أسينة يا نور القلب المنير، تشرق كالشمس في يوم مطير، يا عذبة الأنفاس أنت كنسمة الصبح في فجر بهير، أسينة في القلب نقش خالد كنجمة تسطع في ليل أثير، يا لحن قلبي الحزين تداوين جرحي بحب كبير، أسينة يا واحة في الصحاري تروين عطشي بماء صرير، أسينة يا أجمل أسماء الدنا بذكراك يحلو نشيدي الأخير. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم أسينة؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.